نبكو تاني مشاهدينا وجولة في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، نرصد من خلالها أهم الأخبار، وبالطبع أهم الأخبار محاكمة محمد مرسي غدا إن شاء الله. معنا في هذه الجولة الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير. وبنبدأ من جريدة الجمهورية وفي صدر عناوينها مرسي في طرة الليلة وداخل القفص غدا 20,000 ضابط وشرطي لتأمين محاكمة القرن الثانية. في الحقيقة بكرة يوم من الأيام الكبيرة في مصر إنجاز التعبير، نحن نتحدث عن محاكمة يعني مضغوطة ومرتبكة وشديدة الخطورة، وأنا في تقديري أنه عملية التأمين التي تمت سواء من تفريغ للمدارس أو وضع طرة تحت الحصار غير كافية. في تقديري أن الأمر يستلزم إصدار قرار حكومي بجعل غدا أجازة رسمية. هيزعل منك سيادة اللواء حسام لاشين لأنه لسه كان قاعد في مكانك وبيقول الاستعدادات تمام. لا، هو المعروف أنه فكرة الاستعدادات تمام لو أن هذه محاكمة فقط، لكن أنا نتحدث عن زي ما حضرتك تفضلت عن 20,000 ضابط وجندي لتأمين المحاكمة. نتحدث عن مدارس، هذه منطقة مدارس كثيفة التواجد الطلابي، نتحدث عن كورنيش ينقل إلى مناطق أخرى، نتحدث عن مظاهرات مقابلة. هي الفكرة، لو كانت الأمر متلخصا في محاكمة ومحاكمة فقط الأمر سيسير بشكل طيب، لكن تفجير واحد أمام مدرسة سيكلفنا كثيرا، مظاهرة في منطقة تتحول إلى اشتباك سيكلفنا كثيرا، نحن في غنى عن ذلك. يعني الأمر لا يرتبط بأن تكون أجازة طوال فترة المحاكمة، لكننا نتحدث عن أجازة للعاصمة، نحن لا نتحدث عن أجازة على مستوى الجمهورية، لكن التأمين الأفضل حتى تعرف للمنطقة للمدارس اللي موجودة داخل هذه المنطقة. هو الأهالي يعني هم بالطبع مش هيودوا لن ينتظروا حتى في مناطق أخرى، يعني حتى في المناطق مثلا نحن في منطقة القصر العيني الناس مش تودي أولادها، يعني ما حدش عنده استعداد يدفع ثمنا غاليا من أجل غياب يوم. فده لو جه من الحكومة هيبقى أفضل وهيبقى أريح، حتى تعرف أن من في الشارع ليسوا مواطنون يذهبون إلى عملهم، هتبقى المسألة أسهل في عملية التأمين. ودي مبادئ عملية التأمين في الحقيقة، وده اللي هو عامله في التحرير بمسألة ضبط التحرير. أستاذ عبد الجواد، يعني كان سيادة اللواء حسام لاشين معنا في حوار قبل حضرتك مباشرة، وقال أن لن يكون هناك تجمع أمام مقر معهد أمناء الشرطة لأن قوات الأمن على بعد كيلو من المعهد تكون قطع الطريق، محدش هيقدر يوصل للمكان. وبعد الكيلو ما هو طبعا ما هو لازم هي الفكرة في كده، يعني المواطن لن يتضرر من وجوده، بالعكس لو هو قدام مقر المحاكمة فقط كما كان يحدث أمام أكاديمية الأمن في التجمع الخامس في محاكمة مبارك لن يتضرر المواطن، إنما ما بعد الكيلو، يعني أنا بتكلم على كيلو كامل يحظر فيه السيد ثم كيلو آخر يتواجد فيه المتظاهرون. هذه مسألة في غاية الصعوبة وغاية الاشتباك، يعني احنا بنتكلم قبل المحاكمة بيوم الشوارع صعبة جدا، يعني الزحام قاتل، الناس بتعمل مشاورها النهاردة علشان ما تنزلش بكرة، يعني هذا سلوك مجتمعي لأنه الناس بقى عندها خبرة من السنتين ثلاثة اللي فاتوا أنه مهما كانت التطمينات ومهما كانت الاستعدادات الأمنية الاشتباكات واردة والوضع العنيف قد يندلع في أي لحظة. وفي تقدير أنه حتى تأمينا للجامعات، لأنه الجامعات ممكن يحصل فيها كلام كبير بكرة لأنه هتحصل مظاهرات في جامعة الأزهر وهتحصل في جامعة القاهرة وهتحصل وردي العنف موجود وأعمال الشغب موجودة من قبل الطلاب المنتمين لتنظيم الإخوان، لكن بكرة مناسبة يعني هي الفكرة أن هذا وهم أعلنوا، يعني إحنا مش برضو مش تفتكر ليه للحكومة أستاذ عبد الجواد ما اتخذتش الإجراء ده؟ ما أكيد يعني أنها كانت نفسها أن المواطنين يبقوا أجازة ويبقى البلد فاضية في وقت محاكمة زي ده، ولكن يمكن فكرهم قال أن مثلا أن إحنا كده بنبقى بنحقق رغبتهم ان هم بدل بيهددوا يبقى احنا ننسحب. هذه يعني حكومه رخوه ليست على قدر المسؤوليه، وانا في تقديري لو عاد الزمن فيما يتعلق اجمالا، يعني نحن نتحدث اجمالا، لكن دعني اقول لك فكره اظهار القوه التي تتحدث عنها حضرتك، قطارات الصعيد ما زالت متوقفه وهذا يعني ليس في اي شيء من اظهار القوه. بيقولوا الحركه رجعت،
ليس صحيحا حركه القطارات ما عدا ما بين القاهره ومحافظات بحري اسكندريه وغيرها. الحكومه نفسها لا تستطيع الاجتماع داخل مقر رئاسه الوزراء، بتروح تجتمع في اكاديميه مبارك للامن او اكاديميه الامن اللي هي موجوده في التجمع الخامس، ودي علامه ضعف يعني حتى دوليا بتؤخذ انك لا تستطيع ان تحمي مقر اجتماعات حكومتك. فأنا مش هاجي في هذا الموقف الصغير ثم أظهر القوة، القوة تظهر بعلامة عامة لتحقيق الأمن في الحقيقة، وده يعني الداخلية. البعض بيرى برضو أن الحكومة عليها أعباء، وخاصة أنها أنا ما بدافعش عنها الأمان، أنا نفسي ما دافعش، ولكن يعني خلينا بدل الطرف الآخر نفسنا كلنا والله ما ندافعش، بس يعني مش مدينا فرصة، بدل هو يعني الطرف الآخر مش موجود خلينا إحنا نقوم محله. يعني أصلا البعض بيقول يعني هي هتعمل إيه ولا إيه، يعني أصلا إحنا دلوقتي هو في فعلا عليها أعباء كثيرة، يعني هناك أعباء كثيرة جدا على الحكومة. أن الحرب على الإرهاب يعني بيقوم بهم وزارتين في الحكومة، هم وزارات الدفاع ووزارة الداخلية. فكرة أن بقية الحكومة تقول أنا بعمل حرب ليس صحيحا، أن وزير الثقافة يعزم صحابه وياخد مجموعة فنانين ويروح سهل حشيش على حساب الدولة ومن ميزانية الدولة عشان يقول بدعم السياحة، ده كلام في الحقيقة كلام لا يمت للواقع بصلة، مش دوره ده. أن وزير الشباب يعمل معسكرات في اسكندرية عشان يفسح الشباب، مصر ليست في حالة رفاهية، أي مليم بينفق في غير موضوعه. طب خلينا بعيدا عن الشباب فساد. عن الشباب والسياحة، خلينا نقول مثلا الحكومة دي بتعتبر نفسها يعني إيه فريق انتحاري اقتصادي، ده مش صحيح، بيخرج عايز يخرج البلاد من الأزمة اللي هي فيه. مش صحيح، هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا. هناك وزراء يعملون بجد في الحكومة، لكن الحكومة إجمالا لا تعمل بجد. يعني انت العام يعني انت لما تبص هتلاقي انه إبراهيم محلب رجل يتحرك كثيرا، انه عادل لبيب راجل بيتحرك وبيشتغل، انه هي انه منير فخري بيشتغل وبيتحرك. يعني انا لا اتفق مع حضرتك في جزئية، خاصة وان احنا بعد ثورتين دقنا فيهم المرار زي ما بنقول، يعني او زي ما احنا حاسين، في اعباء كتيره، في حاجات كتيره، صح في اخفاقات، ولكن بالطبع اكيد في مزايا. ما هو انا عايز اقول لحياتك يعني على حاجه، يعني ما ينفعش في يوم وليله ما حدش بيطلع السلم ده على طول، لازم تطلع درجه درجه. صح الدرجه دي اتاخرت كتير قوي، بس لازم درجه درجه علشان خاطر ما ينفعش مره واحده. بس ظلم كبير ان تساوي بين وزير يعمل ووزير لا يعمل، ظلم كبير ان تقيم الحكومه اجمالا على انه يعني انت القوات المسلحه تتحمل ما لا يمكن ان تتحمله وزاره. يعني انا لما اجي تامين القناه قوات مسلحه، التامين داخل القوات المسلحة، الاقتصاد القوات المسلحة بتدعم فيه، تصليح الدور العبادة اللي بتتحرق وبتتكسر القوات المسلحة، يعني ده جهد المفترض ان وزارات اخرى تقوم به. الشباب اللي احنا بنقول انها بعيدة عن القصة وملهاش دعوة، لا، في الحقيقة هناك ملايين تنفق على انشطة ما يجب ان تنفق بهذا الشكل، لان اللي بيتظاهروا في الجامعة شباب، اللي بينزلوا الالترس قدام في وسط البلد شباب. يعني انا غير مستهدف الشباب وغير محتضن للشباب، هذا دور وزارة الشباب، فأنا ما أقدرش أفرغ أخلي كل حاجة أصدرها للأمن، ما أقدرش أن المحافظين يعملوا مشاكل فأنا أصدرها للأمن. حضرتك قصدك أن الحكومة ما بتلعبش السياسة؟ لا، بعض وزراء الحكومة لا يقومون بما يفترض، زي ما حضرتك تفضلتي، أنا بعد ثورتين ما ينفعش أعمل المعسكرات اللي كنت بعملها في 2008. أنا بعد ثورتين ما ينفعش أجي أروح أعمل احتفالات ثقافية وأجي أعمل مهرجان يحضروه ستة. يعني هذا الكلام، مصر في حالة طوارئ، بعض الوزراء لا يفهمون هذا المعنى. في حالة الطوارئ يجب أن أساند الوطن بشكل حقيقي، يجب أن ألعب على المشاكل الرئيسية، يجب أن يكون عندي المشاكل اللي أنا أقدر أحلها علشان ما تعملش مضايقات لدى الجمهور، لازم أعمل ده. يعني دور كبير جدا مثلا وزارة النقل لما تيجي تشتغل وتشغل المترو في هذا الظروف، لازم نضرب لها تعظيم سلام. لما تشغل القطارات بتاعة اسكندرية، لازم نضرب لها هي والشرطة والجيش تعظيم سلام. هذه وزارات تعمل، لكن يجب على الجانب الآخر ألا أدعم وزارات في الحقيقة يعني بتحمل الوطن ما لا يجب أن يحتمله في هذا. طب أستاذ عبد الجواد، بعيدة بقى عن الحكومة، خليها في حالها دلوقتي، خلينا نروح للجنة الخمسين. جريدة الأهرام بتقول لجنة الخمسين تنتهي من إقرار 50 مادة من الدستور، وسلماوي بيقول حق التظاهر مكفول شريطة الإخطار المسبق. مبروك علينا، حق التظاهر بقى بالإخطار. لا، مبروك على يتظاهر بقى. يعني أنا تقييمك للجنة الخمسين؟ لجنة مرتبكة، لجنة سيئة الأداء، لجنة يعني أنت ما أنتش فاهم هي عايزة تعمل إيه، مع أنها تسلمت قماشة صالحة من لجنة العشر.
ما فعلته لجنة الخمسين في الحقيقة أنها بقت بترجعك لقصة دستور الإخوان مرة أخرى ومناقشة دستور الإخوان مرة أخرى. أنت شايف طبعاً كانت غلطة أنهم خدوا الدستور 2012 وبدأوا التعديل؟ لا، هو لم يكن مطلوبا منه أن يجري تعديلات، هو كان مطلوبا منه أنه ينظر في تعديلات لجنة العشرة. لجنة العشرة لجنة قانونية. أيوة. القانونون يعني هقول لحياتك، احنا بنشتغل الدستور بشكل شخصي، بشكل يعني اتحدى اتحدى لجنة الخمسين ان حد فيها يقول لنا مين حط الدستور الفرنسي. فيش الكلام ده. لجنة الدستور انت طول النهار شايفهم على الفضائيات، شايفهم بيتكلموا في حاجات، يعني ده مش موجود. انه تلغي لجنة العشرة مجلس الشورى ثم هم يرجعوه بدون اي سبب في الحقيقه، ده كلام في الحقيقه مرهق لهذا الوطن. ده تكاليف زياده، ده اعباء زياده، ده انتخابات تانية، وفي النهايه لن تجد الا مجلسا كديكور موجود في هذا الوطن. وفي حاجات كتير جدا كده، يعني مثلا الازمه اللي اتعملت مع الصحفيين في الحقيقه، يعني ما كان يجب ان تكون انت جئت بعد ثورتين، لابد ان تدعم الحريات والمطالب واضحه وتضمنتها خارطه الطريق. هذه اللجنه يعني خلينا نقول انه الاختلافات برضو في الدساتير بتبقى على مادتين ثلاثة، ما بتبقاش يعني ليس صحيحا انه اذا في ازمة بتبقاش بالتفصيلات. انما اجمالا الاداء طيب. يجب عليهم ان هم يعني يتقالوا طيب شوية. وما ينفعش لجنة الدستور تروح الجامعة الامريكية في الحقيقة تناقش الدستور. ده طيب كلام استاذ عبد الجواد، اسمح لنا نتوقف مع حضرتك قليلا ومع هذه الجولة في الصحف، ونذهب لزميلة لميس عبد الغني وقفة اقتصادية. صباح الخير يا لميس. صباح الخير لميس. صباح الخير أشرف، صباح الخير نجلاء.